خلود. خلود بقى بنت من بناتنا والله العظيم عجبتني جدا قوي، لان خلود مش عايزه تقعد مربعه ايديها ولا تقعد تغني ظلموه ولا تقعد تشتكي همها للي رايح واللي جاي. خلود بتاعت شغل، فتعمل ايه بقى؟ تعمل غسيل سيارات ديليفري. اه والله ما بهزر، عملت كده فعلا، وخدت قرار خلود خالد، خدت قرار ان هي لن تقف مكتوفة اليد وهتشتغل وتبدأ تعمل مغسلة سيارات متنقلة. خلود اصلا مهندسة زراعية، ايوة، وخدت قرار انها تشتغل تاكل لقمة عيش بالحلال. يا رب تاكلي بقلاوة يا خلود، مش بس لقمة عيش بسيطة كده. وبدأت الخطوات لما شافت فيديو على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، حاجة في أوروبا كده، واحد بيغسل عربيات اللي هو بيسموه الغسيل الجاف اللي من غير مية. طب خلود تعمل ايه؟ شغلت نعمة ربنا، المخ. حضرتك تتغسل لك العربية وانت قاعد باشا في البيت. عايز تعرف تعمل كده ازاي؟ تكلم خلود طبعا، بس الأول اتفرج على التقرير. اسمي خلود خالد، خريجة كلية الزراعة دفعة 2015. طول ما أنا كنت شغالة في مجال الزراعة كنت حابة أعمل مشروع خاص بيا يبقى مختلف، يبقى في بنها مختلف عن أي حاجة موجودة، لحد ما ربنا وفقني في فكرة غسيل العربيات، غسيل جاف ديليفري تحت البيوت في بنها هنا. والحمد لله الفكرة نالت يعني إعجاب الناس هنا. اللي دفعني ناحية الفكرة دي إن هي أول حاجة فكرة مختلفة محدش نفذها في بنها، وأنا بحب الأفكار المختلفة يعني بصفة عامة. تاني حاجة لقيتها إن هي هتوفر للعميل وقت ومجهود وبنزين، زائد إن أنا كمان هحافظ له على العربية من أضرار المية زي البارومة والصدى، اللي أنا ما بستخدمش مية خالص، أنا بستخدم مواد. كل جزء في العربية بيبقى ليه مادة خاصة بيه أنا بستخدمها. أنا عمر خالد أخو خلود. هي جت عدت عليا الفكرة إنها عاوزة تعمل مغسلة عربيات ديليفري في بنها، قلت لها تمام ماشي مفيش مشكلة ما دام أنا هبقى معاكي. طبعا ما ينفعش يعني بنت طبعا تشتغل بالليل لوحدها طبعا حاجة زي كده في الشارع، قلت لها ما دام أنت عاوزة حاجة كويسة ومش منتشرة في بنها أنا معاكي مفيش مشكلة. نزلنا طبعا في أول يوم كنت أنا معاها تشتغل بإيديها، كل اللي حصل في بنها كلها يعني الحمد لله يعني الفكرة لقت استحسان حلو. انا كنت جايب العربيه فلقيتهم بيعملوا عربيه هنا، فرحت رايح لهم سالتهم انتوا بتعملوا بميه ولا من غير ميه؟ قال احنا بنعمل الشغل من غير ميه. قلت لهم طيب تليفونكم كام؟ فراح مديني كارت بارقام التليفونات بتاعتهم يعني. فانتظرت كده يومين ثلاثه وبعدين اتصلت، فردت عليا المدمزيل اتفقنا مع بعض يعني، وادتني ميعاد على اساس يوم الجمعه النهارده الساعه 2:30 على سن انا موجود في الوقت ده. فاجوهم بصراحه وزي ما انتم شفتوا كده لما استقبلتهم يعني، وبداوا يشتغلوا في العربيه، واتمنى يكون الحاجه يعني على المستوى المأمول. انا عشان انشر الفكره بتاعتي دي كنت كل الشغل بتاعي على السوشيال ميديا، كنت كله اعلانات، نزلت اوزع ورق في الشارع بنفسي، كنت بدخل للمطاعم والكافيهات واصحاب المحلات اعرفهم بنفسي واعرفهم المشروع بتاعي. ناس كتير طبعا كانوا بيشجعوني، وناس كانوا بيقترحوا عليا ان انا اسيب الورق بتاعي عندهم مثلا لو صالون حلاقه او مطعم او قهوه او حاجه، وكانوا الناس بيساعدوني بصراحه ان هم ان انا اوصل الفكره بتاعتي. فكان النت وكنت انا بنزل بنفسي انشر الفكره واعرفها لده واعرفها لده وكده. عايزه اقول لكل شاب وكل بنت وبالذات البنات ان انت لو جات لك فكره انت مؤمنه بيها ما تنكسفيش وتقولي مثلا لا ده انا مهندسه، لا ده انا مثلا دكتوره، ده انا كذا. الفكره ما دام انت مؤمنه بيها وهي مش ضد الدين ولا اي حاجه يعني لا تعبنا ولا حرام، خلاص ليه لا.